إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنجو سوجيني تفسير كي قرآن كريم كاها ودرسيني لبابق اللحلن يسقال ونرى باللابن يا آيات لباتن يتضباد من سورة الأنفال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميينو لا تخونوا الله الله خياننا والرسول رسول كان خياننا وتخونوا ولا تخونوا خياننا أماناتكم أمانوا يمكننا والحالنا خياننا أنتم إذنك تعلمون أبتهين واعلموا أغادة أنما وحر ماهن أموالكم مليالكين وأولادكم حرورتين فتنة امتحان إليهم في امتحان ويهي وأن الله الله إن دورتي سوحا هذي أجر 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 كاسو عظيم ويهي. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول إلهي يا رسولك سحقيان مننا سبب النسول أي مفسرين تأوشيغين سيد عبد الله بن أبي قتادة يزهري يقير كود وحي راهدين وحي كسو دكتي صحابي الذي جري أبي اللبابة ابن عبد المنذر صحابي قاس نبي صلى الله عليه وسلم مركو هريري نمك يهود دهاي الذي جري بني قريضة أي وحي عصدين أصدر أبي اللبابة نبي هريري ونكوي الإسليلة وحي من حكمنا يا سعد بن معاذ مركي ليريس ديبا أي إرادة ما صادر أبي اللبابة أن لا تشمي وقت قهر الطوح والإسلام ككار أي صاحب أهاي نبي وعود رسول الله عليه وسلم وأن لا تشمي وحي إرادة ما يسليب لهم حان سمينا وحي الإسليبة مركز إرادة حدان إسليب له حنه سمينا النبي مركز سويري وين قورع معنا كانت يساس وهو يشارهم قريب ده سليبتان ما رحم بالين كبرى مر الله مركي عرنتي أي كذا عبي وهو سيري الله يرسل الله بضبط قيام مركز النبي ما أدين صلى الله عليه وسلم صاد بري هل كاس المدينة تيس كأدي أو مساجد كي النبي تجي وتير تيرك كمد أسكحه وحنا كنا عطي إنه صلح نعني نفسه حتى كذا عبي إلى إلهي كطبع أكبر تطبع مع الماضي وكحرنا ووحويان وصلح رأينا إلى أمير بيلا معي وهذا السنة أمير بيلا طبع ديسي إلهي سودة كيي نبقى كفره صلى الله عليه وسلم مركا وحي النقار إذا عطيس المسؤول كازل يرهدون الله يا رسولها قيان النينا قال هذا سرط مسلمين توقد بنينا ساسو مركا النقار وكذلك وقصور لحافظ مقطع الحديث في البخاري ومسلم قصة حاطب بن أبي بلطع حاطب بن أبي بلطع وصحابي جليل وصحابة الدقر كقيف قشي نبي صلى الله عليه وسلم مركو مكين فرتر بي صنابي سديدات وربين سؤاد مركاس أيو وقت قرب حاطب بن أبي بلطع ورقد اس او كسوت حاد بكون سوت اوياشا غالدا قريشيده مكه جوغ ورقد اس او شيغيا نبي دولان كسويا غبرنا و ديبي الهي ما نبي او شيغاي ورقد اس بخداي نبي صلى الله عليه وسلم سبح لن وكذب بري غبدي ورقد سيدي واي او تغان وانا كسو قادين ماركي لكينا نبي او ييري حاضر تاغنا ورقد الاخري حاضر نبي بلطع كصعدت كفرت قريشيه كصعدت يعني ني شيغان نبي حني دولان كيه وسو صعد ساسو فقر حاضر حرنت انا حي هدل بيرسول كلو يا لهو دغدغ انو مدوبي سلام كان كباب بهم
لكن أنا إذا ما كان مركان دكانا قريش كانت على نحيف ينلقها ولا نورا عبور تيدي إهل كيدي إيا مال كيدي يجري بعد كان كلا صحابة وصوه جودين نوال بقرابة دي سيئة ميشي جوكتو وحو إلا عليه إهل كيدي إلا عليه مال أنا إذا حيف ينلقها قرارني ونقا مرد حيدو وعاني سيري إنتاس انتقابال قاقان حقوق إلا عليه مال كيدي إنتاس انتقابالها إهل كيدي إلا عليه سيداسا إلهي إمه رسول كيسي أقر قارينا وان أقر وانقال وحنا أترين انتاف عمر بن الخطاب أي وحر رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه خان الله ورسوله والمؤمنين رسول كإلهي أميانا قرتك جرين إلهي بو خياني رسول كان واخياني مؤمنين تنو خياني نبي صلى الله عليه وسلم خيانة الله يرسل معها ما أوصل بهن لكن وغيري دعه فإنه قد شهيد بدر اسكت دائر دقائك بدر وانك كقيم قليل ما يدريك الله على الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت حتى اكتئم الله إنه يري أيام أكبر غير بدر وحد رتان سمعه إني طاقل وعدد إلهي وين دلع سيو ميل وين جاسي فرح كلام فأنا سيدا النبي صلى الله عليه وسلم مركا أسباب النزول كسلا برا صديق لقد دعو أما ميت كم ميت معنوه اسكون ميت النقاو حون النقاريا إلهي رسول الله قيانا معنيه ذو وإن قفك أي أجد بيوم قاربا سرت مسلمين وأنا سيدا ابن جرير الطبري وفسرين وأساس وهو يري الله يا رسول الله قيانا وحل رجدا بإظهار من أظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان تبك إيمان كموجي ورسول كي مؤمنين تإيمان كموجي حق ظاهر كموجي إن الضاعة إيه النبي يا إسلام كي الدين كي وهو يستطر الكفر والغش لهم في الباطن صغر قال نمو إيا خيانة قلبك قوة ما حيث هاي سمينين يدلون المشركين على عورتهم وحيث سيان قالوا ما لها مؤمنين تكدقينه ويخبرونهم بما خفي عنهم من خبرهم وحيث قالوا أشيغيين وحيث لها كقرصون المسلمين تسرتوا ده سداسا وحيث هاي إلهي لقيان الرسول كاللقيان المؤمنين تلقيان حافظ كثير من قلت وصحيح أن الآية عامة سيدة صحيحة وحيطة آية وعام وإن صح أنها وردت على سبب خاص هبا أنصحها السبناد إنه سبب النسول خاص كسر دكتي لكن معنيه وعام فالأخذ بعموم اللفظ الله بخصوص السبب قاعدة سهل كان كشيغا ومفصلين تجماهير تقولوا أي مريخ وعيري فالأخذ قال شبه وحيطة آيات بعموم اللفظ اللفظ عام كيسا معناها عام كهو اللفظ بتصي لا تخون الله والرسول معناها سوية حيالي لا تخون مركة فعل كالنفي كهرمر أما النهي مستر كالك فعل كوكوبة النهي جاس أما النفي جاس عمومون نقول وكينا مركز مرك أي خيانة قيانة من الله يرسول الله خريف وخيانة إله يرسولها قيانة منه العبرة بعموم اللفظ الله بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء قاعدة أصحابها مرك وانا قاعدة مهمة ماشان إن تكون أكثر ومهم مرك سلاس وين قيانة إلهي وين سبحانه وتعالى مرك إلى الله يرسولها قيانة منه انت اسكمت دين وحر وتخون ولا تخونها قيانة منه أماناتكم أمانوينكي نطن حقياني منه والحال أنتم إذنك تعلمون أدفتهين أنها لازمة عليكم مفعولك يا محدود إنه لازم إن كنت هاي أمانة داس إلى الانتين إذنك يؤب حقياني منه حافظ كثير وغيري وحي عميمة إذا قيانه دروب تقاطن الصغار والكبار اللازمة والمتعدية وحي خيانة عميمة إذا دنوب طوطن دنوب تيريار وخيانة دنوب تواوين وخيانة دنوب تقفك كوئت اللازم كان
on id kale dhibaateedu gaareen wa qiyaam dunuubta qofka dhibaateedu ka gudbayday ummada gaareedan wa qiyaam marka dhamaan dunuubtu way marka amaarooyinka oo idil amaarooyinka oo idil haddii la yiri allah iyo rasuul ha qiyaan marka laga soo dago wa ummato dhan qof walba ada shaqadiisa ilaahay wabo ha oo waxa weyn koon waxay ku dhacayda qofka masuulka ee madaxweynaha ummadu ah ayay koon ku dhacayda inuu sa ummada qiyaani oo waxa weyn laba shay uu la yimaado karti oo waxa uu qabanaa awood wax qabad uu leeyahay duusan ba wax qabadka awood u lahayn waa qiyaano shaqo uu sanu qoon u lahayn iska dhex fadhiin soo ma jeedin waa inuu karti oo qoon u leeyahay uu ku fuli karo daacadnimo oo uu isleeyahay sidii alla raalliga u ahaa u gudana waa inuu leeyahay oo daacadnimo marka waa inuu leeyahay quwad wax ku fuli lahaa iyo daacadnimadii labadaas waa inuu leeyahay oo uu og yahay ilaahay wajigiisa in la weydiin doono diinta oo uu mas-uul ka yahay inuu xifdiyo diinta inuu xifdiyo nafta hal qof hadii la dilo sabab uu ku badbaadi karana uu ogaa oo uu ka gaabiyey ilaahay hortiisa loo soo qabsanayo isagoo khaa'id maalka inuu badbaadiyo ummad oo uu mas-uul ka yahay shilinkii dulmi lagu qaato ee uu ka gaabiyo awood uu u lahaa uu ku ilaaliyo waa loo qabsana bariqiyo shilin soo ma jeedin ee lagu qaato dulmi oo uu badbaadiyo ummadda irdigooda haddii hal gabara la kufsado ama waxa weyn dharka laga dhigo la faraxumeeyo ama seex jeebka lagala dagaalamo ama amallaahi waa loo qabsana maxay waajibi ku ah inuu ilaaliyo waajibi ku ah inuu ilaaliyo caqliga ummadda oo daroogada iyo wax kasta caqliga dilaya uu ka ilaaliyo ummadda shanta daruuriyaad oo khamsadaha ugu daran waa diinka waa nafta waa maalka waa cirdiga waa caqliga inuu ogaado inay waajib ku tahay awood kasta ku bixiyo inuu xifdiyo waa waajib laakiin hadduu is iraado meeshan waa meel baadbariyo wax laga tabcado qof oo uu iska tabcado wax ka dhisto waxa ku rumoobayaa nabigu tiduu yidhi madaxnimadan innahaa murdica wasatakunu nadaama waxa weyn madaxnimada dhaqaale fududaa laga helaa shanlaytaase ka dambay doonto shanlaytu ee ilaahay marka la hortaa ka dambay doonto taasay noqonaysa waxa amaanada laga rabaa waa ganacsatada ka mid waa khaa'in ganacsatada keenida badeecada dhacday badeecada badda ku soo qoydo halowday cunto la jabtifo jawaanada laga bedelayo loo sheegay umar yaa caanaha waxa weeyaan iyo biyaha la isku soo daraa waxa weeyaan dawada aan tayadeedu saxnayn oo la keenay dhammaan waa khaa'iniin dadkaas xaaraanay cunaan ganacsato ma xaaraan cunayaal wey nabiga sallallahu calayhi wasallam suuqu tegi gacantu saas u geliyey bada meel yaalay markaasuu mid qoyan hoos ka soo baxay markaasuu yidhi maa hada yaa saaxib adacaan ninka cuntadan lahu waxaan waxay ahaayeen markaasuu yidhi asaabati samaa rooba iiga da-ay markaasuu yidhi alaa jacaltahu fawq liyaraahu annaas aw kama qaala sallallahu calayhi wasallam maxaad kor u soo mari weyday si dadku arkaan inuu qoyan yahay oo qofkii rabaan isagoo qoyan kaaga gato qofkii rabaan isagoo uu ka tago ma ujeeda badduu ku dhacay waa caariyaystan kasanta jabjabta juwaan cusub u geliy umana aaday sheegay khaa'in baa nabi wuxuu yidhi man qashana falaysa minna qofkana qiyaana naga mid maaha ummadda nebi maxamed ka mid maaha dadka qaayninta ganacsatada soo ma jeedi waxa weeyaan midka macalinka ah qur-aanka dhiga midka iskoolka dhigay madrasada hay waa inuu awood bixiyo caruurkan loo keenay daacadnimo juhdi awoodeed waa inuu iskugu geeyo inuu tarbiyeeyo inuu islaaxiyo inuu waxbaro inuu tayara keeno laakiin hadduu shirinka ka qaato meeshana ka fiirsado ushana ku kala celiyo waa khaa'ib waa khaa'ib shiiqa diinka akhrina hadduu diinta ummadda ugu sheego sida isaga dantiisa u arko ee ama uu siyaasad iyo kursi rabo inuu ku gaaro ama dhaqaale inuu uga helo uu rabo ama koox taageerayaala inuu ku helo uu rabo waa khaa'ib bal isaga uu khiyaano badan maxaa yeelay diinta ummadda haddii waxa weyn si qaldan ay u fahmaan adduun iyo aqribna u badbaadin waa inuu nusxi daacadnimo inuu ilaah iyo rasuul waxay jecel yihiin ummadda ku xiro kaliya inuu juhdigiisa ka dhigo marka ummaddoo dhan ay u taalla yaa kan dhakhtarka ah duu qandaraashi kas kala galo ee dawada u qoro un xagga u diro ummadda waa khaa soo ma jiri waa khaa waxaa raba cilmigiisa daacadnimo inuu ugu shaqaysto daacadnimo inuu ugu shaqaysto ummaddeennana
هلاك أو نمبر واحد من ذلك كميشو نجاح استا ومت أن أمانة دريمة إنا أمانة وحلي رابط بدن جريمة لكن خيانة وفوضى قف كاستا وح ومت بقصور بيريا أو أمدان كسياسة كجلا أمدان كجناسبة أما حاجة وحبر الشرع الصبا أو من بقالة بس لكن أن جرى كريم أمانة مسؤولية إلهي وجه يسألك هو الدين الصبا دريمة وحنا ربقفك كل وصفر الشقابة إنه كل أبيه أمانة إلهي وجه يسألك هو الدين دون شركة دانا دو الشقايدة ليه ساعة لقوله شينا الشقايدة هل ساعة كبح بحضا ميلا دانا قارة كوكب ستخائن بار لأكثر انتانا وحارم أطاعت المشاركة حب سو بجيد وإن قفك ميلك سؤمد كسر قرية أغيره وحوليان كل ورطة إنه أمام الله اللي ويديد دون فأصلا محايكم إما كرتا سكما إما كرتا وحيكم إما كرتا دوكسي القرآن كأرورك الخيانة إلا ودي وإمانة اللغة صفر بيه ودوكسي قوصة إمانة اللغة صفر وخيانة اللغة سود ديه وكان بحي خيانة اللغة ديه إمانة اللغة برا ودوكسي سراء وغضا صفر ساقو إمانة يقان يمسولية بخيانة اللغة ديه أو كلية كان عبد اللغة صفر أو سيدة صفح ينادي ساقو كل مركو صفر فريستان مال كو دريمي إلهي وجه يسوح لغا ويدي دونا شكرا قدو كم دي تقاروه أمي دالبات النقوم لكن كو أمي هساقبا إلهي دوكسي وحصول وصول تكتما إنو بقاله يا رب مالي ميرو وحكا الشبيه سو ما تيدي مركا كاسو أمي ده هرع يوليسو قلع أصنا هرع وقنا سو ما تيدي نمشيطة أو جامعات كليات معالن كا تربي تربيه بيقا أو دي روحان أصول قلع أرداد الفصل كي qoloyinkii dibiga baranayay caafimaad marka banaanka qaar badan iska fariistay markaas ay leeyeen wargal fasal waxa weyn waxa socota maadadii oo tarbiyadii haniga tarbiyada ugu jiray aniga waxaan ahay tabiib jarraa sabab jidhi qaliin aan aru bartaa in aan dad qalaan rabo birta saar ha tarbiyada cilmi iyo sharci barashada ugu jiray ko uu sameeyna ma wax diina sooma bara ummada inuu birta saaruna rabo سوبتي سوكو غارانا ماركا وها او بانان يا وهانو بانان ديغو غانتا كولا جيره ناف مسلمي غويو هاما او حرام كوچو من تطببا ولم يكن طبيبا ضمن بما اصاب حديث ثابت كصحيح وها نبيك كسوغان قفكا دكتور اسكا ديغا او ان اهين وها الا وحو غيستو و ضمانه دار اسكا بخينا دوشيسو لكن دكتور كصحبا امانه دا كو شقيه ما ضماناي قفكا غانتي سكو دينتا لوكتا غانتي سكو غو ما بحيني نقول الله هذا شرعا سو متشي لكن متك أن أحيانا إسكاليه ونوعا إذن هتابا أقول أوضن شرعي صوابا محاك أمضى لسو لحقش أوضن قوم وحكو بنار إيو حكو بنار إذن ماركا ماشي أن كدل إنه هو أمانة تاسا وحالا ربا إنان هدير أساسياك لغا صوب إسو أمانة سي أمضى دونك إي آقربت بات الله وطخونوا ولا تخونوا حقيان مننا مؤمنين تو اماناتكم امانوينكنا حقيان مننا وانتم تعلمون والحال انتم اذنك تعلمون اذكتهين واعلموا اغادة انما وحك لماهن اموالكم مليالكين واولادكم عرورتين فتنة وامتحان عرورت الهي نسيي ايا مالك الهي نسيي انتم وامتحان الهي وانكم امتحان الهي وكفرين مالك انو كسي ماشي او خالقة كيها بابا كبهين ويدخل على الامتحان ويجبات كي أبن كبه ما له أخالك ألا كي ما يوصر خالك أين دادو إذا ستمال كينا ويدخل قصرت ويدخل على الامتحان مالك كشقين تي سهدات عادي ألا أغام مشغوشين ويدخل على الامتحان مالك هو امتحان مالك ألا أنت كبير عروت هو امتحان هو امتحان إن الضعاد ألا كتر بطريقة حقا أبكى إلى على الشرط يا حمام أنت ذوود ما نروح راعي عروق الشرط أي ما بينروح ويل في سجال ما كده ما بيقول الله يقول الإسلام في سجال ما كده ما نروح راعي إن الشرط لكن ذوود أبو الله ذي نطبخ حد سو ما تشيل ذوود ضاع أبني ما نطبخ حد أبو أوام محل عروق كان طريقة حقا إلى خطر بيدك إن على قصة الشقين وعيسو جاي aba wax isii maana wax kala qofan qof qaabaha mid ahay waxaan ahay mid qof oo xiyaana marka ugu soo qaado xeer ugu soo qaado waa imtixaanka ku dhaca soo ma jeedi inaan aruurtan ayaga uga mashquulin waajibaadka la yahay baaqad kale
سداس ويان إلى وغري سبحانه واعلموا أغادا أنما وحكرا ماهن أموالكم مالياركين وأولادكم عرورتين فدنة وامتحان إلهي بينكم امتحانا يا وأن الله الله عند وقتي سوى هذا أجر 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 عظيم وي أو كوين عرورتا كوين مالكا يعني عرورتا يا مالكو كسيجين إلى يكتي سوى حيالا أو شندي سيرا لهم شديسا قال تعالى إلى وغيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميينو إن تتقوا الله الله ضدك بغدان يجعل لكم الله إليه فرقانا حق يبادل كالسارد ويكفر إله وأسطره وقرنا عنكم حق سيئاتكم حنان يالكين ويغفر لكم الله وينين دم دافا والله الله ذو الفضل بيراتسين بدو صاحبه فضل قاسو العظيم وي يا أيها الذين ضدك آمنوا حقرهم يينو إن تتقوا الله الله ضدك بغدان يجعل لكم الله إني يلي فرقانا حق يبادل كالساري حل لك إذا فرقانا فرقان عبد الله بن عباس سدي مجاهد إكرمة الضحاء قتادة مقاتل حياة يقيد كود وحي كفاصلين فرقانا وحل لك إذا مخرج لباتها مكا إن قبصته إلهي ميلاد رب حدان لباتها إني سمينة طب الله كبق ذا وأوامرتي سعاد إلى الهدان وح الله وحيون إن أمرأي أب سمينة إذا وح الله وحيون إن كرهي أب كفو جانا إذا تعطت سداسا نقطان مر الله مكا أليس إنو كي ماذا إلهي فرج إني سيناد لبك رب حدان ساس إفسيري وفرقانا كوان مقرج إلى ذي وان نجاتك بباداده وقرقارك إلهي مكا لباتك ويدكو قرقاره وانا سيدا حديثك أبدا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة إلهي اصبر وقتك برواقب إلهي أقوم صمم تعرف ألوين اعرف ما تعرف إلى الله إلهي اصبر في الرخاء وقتك برواقب وإن إلهي كوهو قاله كوهو يقان قف وناك يقيرك كشقينا به يعرفك في شدة ما كاسوك غرانا يا الله أوليه وقفك بعد إياها وحرنا قفك مانتا لباتيسان الله كاساري لباتيسان مركة والنوعات قول بعد الشريك ومحمد بن إسحاق محمد بن إسحاق وكفصيري فرقانا وفصلا بين الحق والباطل إلهي وإنا سبحانه وتعالى مركة كبق دان وحوين الأمري سميدان وحوين كرر كهرتان حق يبادل كإلين كالسارة نور الله قلبك يجرين حق يبادل كالقرمي حافظ مكثير معناها سوء شيء صوت ووحوين معناها شملنا وحي ودنبا معناها شملنا سببت أقفك مركة إلهي كبقه أوامرتي سسميه وهو كرر كهره وحال وافتنا إنه حقا كقبط بادل تاسا سبب الله قال إلهي إنه عدو مبقر غيره إلهي نباتنا كبت باديو مروبادي التماد مخرج أوسيه تاسا يكتراني تاسا يكتراني مركة فاصلا بين الحق والبادل أوفع عنه إنه فاصل ويكفر إلهي وأسطريا عنكم حق إن سيئاتكم من يالكن بابا إن تسيه وإن كأسطريا ويغفر لكم وإن ضعفيا والله الله ذو الفضل بيرات سير بدو صاحي روي أوقفك وحوصا مطمئ وحوصا شقيصان ممينك إسكسيا هل حسنو سمين قفك فضانا أغويا فضوان بقر كبضانا لولا الله مركة بيرات قفك إله إسكسيا فضل قاسو العديم وي وإذ يمكرو ويد كرشيك نبيك سبحانه إذ وقت يمكرو بك أي كوها غرسانا يين الذين كوي كفروا قالوا بي ليثبتوك إن أي كحفصان درتيد أو يقتلوك أما أي كدلان أو يخرجوك أما أي كبحيانك مصافريان ويمكرون قالوا الله غرسانا يان ويمكروا الله نواه غرسانا والله الله خير الماكرين انت وحقر ستاو منك وخير بدا آياتان وحيك هذا ليدان نبيك صلى الله عليه وسلم السبب كي كان يبا مكا إنو كسو بحو وضياشا قريشا قيم كميدا قوه دي مدح راها ايسكو يمادي وقبيلة كستو قريشا كسو وحي دونا يان إني تغان قولي دي ايكو شيري جرين دارو ندوة قولي دي شركة إني تغان ايبو كسي صعوبة وحي كوري ميد إبليس ولكن عن سورة إبليس لحين أنين أضيء الدقاء أخيار اسكسوا إكيسين من أخيار أدمد أكولي
مركاسي مركا أركين إلى مركوما به مركاسي لمن أبي يهضن كاسي نجدي كي مدانا وحن مقلين أدميشان شركو لديهن وحن شعليسي شركين أنك هكا قيب قراء وحي طلعي عقلي هو يقصوا بعنا أنك هكا موين كبيرين مركا وقل يري وحن أنك هو إميد وحي طلعان هيانا أنك كبيريو سو ما تشيدي وحي لدن كالي وكوبانا أنك كبيري وعلى فريست markii la faraystay haqi qurasheed oo shuureen ayaan intaladi soo jeedi wuxuu ku yiri inkaas aan waxan arkaa inaan xabs iska dhigno intii ilaahay nafta ka qaaday sida uu dhinteen kuwi hore oo wax dhibi jiray shucaarada naabiga iyo saaso kale aan yeelno xabs aan saga xidno markuu soo jeediyay ibliiski oo oday iska dhigay meeshan fadhiya ayro waxaas u talama waxaas u reey ma ومن كان قبيلة دي وكان شرير بني هاشم ويركو سودولا ينقد حبسة كابحية أول بهورين محل لو قدير وي شرير بني هاشم لو قاعد سمي تي يا تعيبة روح على ما أنت لك الفادي من كلا حط الله وحير أنا أضرب يهدو ساسيري طلع وقت أضرب عادي وهاي مركز يوم ميت كلات لي وحير خلاص أنا كم مسافرين أنا كم مسافرين إدو لبي هذا عن كره حيس ما نو دو دالك هيك نو ربحه إنتو دي باي حدبا كاش زور بيقو طلما ونين كم يما عرق وأفكو مربو وعرقي سكتا عم يما عرق وهوين عربتو دهتاقا يه سيحور يدو وبرنقا يه مبدي إيسا تدكونا ما راعي منين كرفكو مربو حالي سيد دايا هدو بري أصغو عرب ودام الله سعطو الدولارو إمانا والواحي استلما تلك لنهدي أبو جهر عرق لك وعنانا تلاحي قريش تفكستا ويل حوق لها لغا صوصا سيف أفضل من هلودي لما أن حال مرة أقول لفتين طب حال مرة هذا الرئيب بني هاشم ما أولا إن القريشة الله تقالنا يكون تسوين ديها إن قاطعنا ما نوش اللي شلمين إبليس كيسو بقول ما كاسو ورواك كاسا رأي ورواك كاسا ثلاثي ثلاثة ما أنت أمتا نفع إذا مدى وعن كاسا لقا تالين وضب يهدو ساسي وحاوين هلقا بس قعان يكون قارين هكي صوت ياريين سيفي وديبين قولي النبي يسكو حرينيين صلى الله عليه وسلم الحبين ملك الجبريل إله يسوه وحيودي وغرقوا تق نبي محمد هكبحوا ماش عدوا قصوا حرينيين علي بن أبي طالب النبي يرقوا شايد الساحو أبين كتما يوالدي سنة واجفة مكو صابح انتلين إلي واجفة مكو صابح انتلين نبي صلى الله عليه وسلم تصوت دقاقي أيضا يوالديه حي وعيد قاضي ومدح وغشو وأكون وديا يبريش وحدير أيوة فصاع سيفي ولا تاعي وما راح وقشو وكان ما راح وقشو وكان ما راح وقشو وكتي أنا هنا ده تصير إيد إله الله ده قالن تصير الدنيا وعندك ربع إله ديره أطول مرة يوم هذا إيد وكان شو بقى وكان سال بسيج أكيد أكيد كده هريان كاسو كبحي مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم صبحي عريا ماشي كاسو توس أروان معاون منك ما أنا على ماشي سه ساسي أرنتي كفاشرا إلى وقول سبحانه وإذ يمكر واذكر شيخنا بك سبحانه إذ وقت يمكر بك أيكو هكر سنين ومكرك كو سمينين مكرك وحالي رادا إنا قفك لباتك غير سيدو أسابهم كدريمي سأسالي رادا مركا نبي يقول أوغي إنا لباتك غير سيانة واذكر شيخ إذ وقت يمكر بك أيكو هكر سنين الذين كو كفروا كاروبي ليثبتوك إنك حبسان دردد أو كسرع أو يقتلوك أما يكدلا أو يخرجوك أما يكبحيانك مسافرين إلى وحر سبحانه ويمكرو ويحقرسان ينقالدو أو مكري يمليقين ويمكر الله الله نمكري يمليقين مكري مرنا وأمان مرنا وعب قف بريء أو أن حمان كشقيني سيقول إسكا كاجرين إنا قباتة جالسين هو حمان حمان مجرم بلايين مليقية سيقول إسكا كاجرين إنا قباتان هو أمان إيا شرف من دو صغير مكرم مطلقة إلهي مهنا إسكمات الماما مركز طول إسكوت الماما كان أمان طول لأي إسكوت الماما إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله ما كان نوع عفوية ما كان إلهي متكو سكوت الماما هو أمان
عدوغاس مجرمين تاي كفرادة إحمان إني قارسيان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي اللي باتي قارسينا يبوز كتشي مركا إلا اللي يماها ويمكرون قالواها قرصانيا قولوا ينكا وحاوين أولادا ويمكر الله الله نوى أبال مرنا ساسي أولان يوم الله نوى أبال مرنا وحي لأن مكر إلهي لغمات المام كرا لكن من أمانوه مجرم أو مكر مليكا إلا قطمي أمانها حدو الليحين الله بيسكت المامي وابا أمان حدو الليحين حدو الليحين والله الله خير الماكرين انت وحاقر سطا وامدك وخير برنوية محايا الأسوح مظلمين نفتسو كحرم إن الله الله يظلم مثقال درب نور عسى قدرك حتى مظلمين مجرم أو وحمريقية وأسوح نسكتشرين قبطاء الله قال تعالى الى وحيره واذا تطلع عبد الله قيوم عليهم قال ذكركم اياتنا ايات كنا قالوا قال وحيره قد سمعنا وما قلنا لو ما شاهدان دون لهين لقلنا وحن به لهين مثل هذا هذا الكان وكله ان هذا ما هذا هذا الكان معهم الا اساطير الاولين ومريه ربانيه اي قران معنا وكله معهم واذكر شيخنا بك صوبنا ان وقت قالوا اي رهبان قالوا اللهم الله إن كان هدوية هذا محمد روح أخينا هو الحق حق هدوية من عندك أكتب حالك هذا فانظر إله الدأسي علينا كرك إنك الدأسي حجارة بحان نار بحان تاسو من السماء كرك هاطي أولتنا أمان الله إمو بعذاب عذاب عذاب كيسو أري من شرك حموشية قال تعالى إله الكبير وما كان الله الله ما هامن ليعذبهم مثل عذاب والحال أنت أبيك النبي محمد فيهم نحن بعض كسو أنت وما كان الله الله ما هامن ليعذبهم كي عذاب والحال ما يبو يستغفرون أيضا من أفضل بيان إلهي وإن آيات كان وحو نوغو شاكين قالت أمر حديث بول وحو كلو نوغو شاكين عذاب كأسبابه اللوغة بالذات إلهي وحو سبحانه وإذا تطلع عبد الله عليهم قالت كركودة آياتنا آيات كان الدالة على صدق ما جاء به الرسول آيات كأطعب اتصي نبي محمد وحي أوليمت إن الرؤية حقها آيات كأسمرك الواقعي قالوا قالت وحي لهذا قد سمعنا وعما قلنا ما يتل محمد وحي محمد أخينا وعما قلنا أي لهذا لو نشاو هدان دول لهين لقلنا وعن به لهين مثل هذا وحاو أخايا وكلا أنا قلت لهذا كرنا شيء كذا سكر وكيري كرنا وانا كذب وورق كذب فعل الملك معايا يعني إمي سلوكو قودي قل الله اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أم يقولون افتراء قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا مريسا بعضهم يا قل فاتوا بسورة مثله اسكد ده قرآن قال الله ماذا لي وكيري وين ترى سورة ضد كان لي وكيري وين سورة كلية كان لي وكيري وين مركا وقف كلي هدام دون قرآن قال وكيري كان لي وكاسنا وحوين منك يري وحالين وقالك النطرد الحارف حافظ من كثير قدر الله عرف الله نعرف الله كل ذي كاسو هايوي النطرد الحارف وقل سبيه دانك الرير فارس وآل دانك الرير فارس وآل مركاسو بقردي الرير فارس وركو ذي سوء أرمي مركاسو قصنين النبي مركو ميال فارس صلى الله عليه وسلم وآيات كإلهي أخري نبي الله نوح كورمو قوم نوح كورمو نبي الله يهود كورمو خير عاد كورمو نبي الله صالح كورمو خير ثمود كورمو مركو قرآن كاس أخري أو استيغو وتصوف فريستا بارتي وشاكين عفو ولي بغرهب الهالكاس مري اللي بلو فريستا ما اللي بلو حكومي تشري مركاسو رميو إله من كل داشر يا ورونك صلى الله عليه بل قصص كآن أخري هي قصص كي محمد يافع أنا أولي وحاسو هي بل مرين تيس النغطي ما اللي كي بدلك عن تلغولك صدى محبوصة صدح دي اللي توكتوي كمدع محابيس اللي قد دي قفك اللي قمد دي الساقة هي عقبة ابن عبي المعين هي نينك اللي بيجي رطلو عين ابن عدي صدح دا سيها هاي عقبة ابن عبي المعين هو نرمى وانيك النبي محمد من ديرت صاري صلى الله عليه وسلم وانيك النبي محمد من ديرت انت كصاري سوق السكوت سيد مركة مركة لسوقة في كدب اللي دي كدب اللي دي لكن قرر منهم يدوم بحي ليه محبوس اللي بدي لك رضي الله قبتك كذا حتى ما قدوم دير صاري حتى كميسو ريبا ينكور بالقير وحام حتى كينا من فدير صاري كيس كسو ريبا ينكور قانون كسوالكما سبحان الله مركة واهم دلالو وهذا كفر يشارعي اسمه
marka waa in la dilan maahanay ninki fiiri aayad quraan markii la akhriyo ka daba akhriyo sheeka ka war aayad quraan markii nabigu akhriyo oo sheekanta ka daba akhriyo leeyaa fi calawada ah ma waxa san hayn la dilay dal dilin kaas yaa la dilay dan kaas la dilay subhan marka kuwaas ay ahaayeen waxa yiraahdeen law nasha hadan dooni lahayn la qulna waxan dhig lahayn mithla hada warkaano kale waa dhig lahayn in hada ma hada waxa muhammad aqrina ma aha yiraahdeen illa asadir alawwalin ummadii hore waxyaalaha qorqoreen maana beeni ummadii hore qoreen asadir waa jamcu usdura waxyaalaha ay safreeyeen qoreen waa waxaas yiraahdeen وذكر شيخ نبيك صبارا إذ وقت قالوا أي رهدين اللهم الله فيه الله بريه وكفره دي قريشين اللهم الله إن كان هدوه هذا أي ما يطلب محمد أو ما جاء به محمد وحن محمد لين هو الحق حق هدوه من عندك أكت هذا حالة وكاهاري فأنظر إله الدأسي علينا كركين حجارة تقحان تقحان طمينة سماع إرك حقي سكتمت أويتنا أمان نولا إمو بعذاب عذاب عذاب كريم شرك حنوشي عقله الساسون فاس واحد توصي للجهل لماذا فيري واحد إليه إله النبي محمد روح وراه الضوء حقي هاي قد أدوه سؤال ديبكي النبي واديد نيه الله إركا دك حمار صعدان عذاب ممفهوم واحد كتشاهر سنو بنو هذا ما إعكر يا واحد إليه هذين المفسرين توني يهود أصام مري عبد الله بن عباس كاسوير قريش مطر مركز ها marka suur qom kaaga wax ka jeesay adiga kookiisa Soomaali ah qom kaaga wax ka jeesay adduunka korkiisa Soomaali war qom kaagu Sooma ahan ku yiraahdeen Allah inta calaalaha u taageen Ilaahayow hadii waxa Nabi Muhammad la yimid ay xaq yihiin adigu soo dhiibtay dhagxaan ugu soo daad xaalay rabay inay yiraahdaan Ilaahayow waa dii xaq yahay waxa Nabi Muhammad soo dhiibtay Ilaahuna waa faj saasay rabay inay yiraahdaan ilaa waqtu haqiye odu soo dhiibtay allah noo waafaj saasay laga rib soo ma jeedin ma dhina ayda allah dhaxan ugu soo daan iyada noqon wariya ku asmaana ka dalanay yahuud abdullah ibn abbas oo adiga yahuud ma ha heer bar islaam ma nimanki ilaahay ayaga u jeeda badda inta u kala dilacshay markay ka gudbeen fircoon ku halaagay ee badda adeeheed iyo qoyan markay badda ka bixin yiraadeen ijcalana ilaahan kama allah aariga nabi muslim ku soo jeesteen badde way way yir caabida dib caabidan ta arkeen ay raad dib aan aadno noosame wa haddi badi xagii wa ka qoyin maana ka dalan kuwa kuwa sax ka jeesan ah marka wax aad la yaab la weey ilaahi weena subhanahu wa ta'ala nama lumay wa wax lumay ilaahi ayatan wuxuu ku sheegaya asbaabaha cadaabka ilaahi umadaha uga ilaaliyo wa cadaabka caamka hoos soo dega looga badbaado adduunka cadaab caam hoos soo dega ilaahi subhanahu wa ma kana allahu allah ma ahanin ليعذبهم إنه عذابه والحال أنت أذيك فيهم بحيو ذات قصو قانتها وما كان الله الله معهان معذبهم من عذابه والحال هم أيهم يستغفرون أيضا مداخد البنية لما الشيء اللي قد بدأ عذاب كو نبي محمد أدو بحيو ذات شوك إلهي عذاب مايو أمت إلهي معذاب النبي قد بحيو أمت كستبا سيدي دبا مركا لعذابه وإن نبي قد لقد بحيا مركا النبي قد لقد إحسار عذابه كدك لكن النبي قد يقول دح شوغة إلهي عذابك ومدتشيو مركا إلهي قليه أضو دح شوغة مع عذابي طلبات نوامحين حتى أمد الدنبغة يكفغة كالطوبات كينان إيا عقوبات أي كمتين وحو الدنبغة يعقوبات كمتين إلهي مع عذابي استغفارته ولوغبت بعد عقاب مركا الله رأسا لوغبت بعد عذاب لكن وحي سوي الدين لي وما كان الله معذبهم إلهي مد عذابي معهم والحال هم يستغفرون إذا مدافت البيان حل لجيلة أقوال بابان أي مفاصلين تكليه لكن لبدا قول السوار تقولوا أنك سوقابين قول وقول كمن شرير الضباري قدار تاي وعوية هاي وعوية المعنى هذا وحي تهاي حتى إذا مدافت البلاهايين وكفك إيا الضلالك أي كد مدافت البلاه إلهي معدابين لكن واديدين إني كد مدافت البان سيدة استرادة إذابي مديهم قريشو ساسوي المعنى حتي دمي داف طلب الهي اله من عذابين لكن وين ديدي اني دمي داف طلب بان هو يراد الله كفي وكلا بني نوضا معنى واساس قال كلامات اي اسنا ثواب كهون كديرن وحو يهي ان لا يرهدو دات كان مؤمنين تا اي مكه دغن استغفارته دي ويين قال بان وها دخي كرت عذاب ادونك سو دغ اني اوغ بدبادا مؤمنين دخدغن فيري دا مؤمنين دخدغن دات كاسا الهي دمي داف ويديسنه
عذاب عام وسود جدات كاسية كدكتور إن لغة إلاليان إن لغة إلاليان معناها أصلا واحد مقاتل كأية آياتها سورة الفتح إله سبحانه وتعالى أويري هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال في المشهد ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته وطنع محل شهدك لو تزيروا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إلهي وإنه سبحانه وتعالى سلح الحديبية مركو لعايي وحوين هشيس كنبغة قادو وحوين الدقال ودي دي مؤمنين يتشوغين مقالة المدينة وان حتى النبغة أقوم باور حبو تشوغت إلهي مبايقين سوما جيدي مؤمنين تاس أيها كده حتيره حتى الدقال كقشان مقالة لقشان مؤمنين تاس باور كاس مؤمنة كده حتيره حتى نقوغة ما هم مؤمن لقوغة بالله عليك وفرسو كوار المؤمنين الأوجي يكون بحجرة تقول لهم أي كوة عن الأوجين يكون بحجرة مركز سائر مكوة طالما سوق لك تاني الحين صعبان حيرة مؤمن أبن الأوجين يكون طالع أكبر إلى الحيري لو تزيروا هذا يسوق من هاي المؤمنين طال عندي إلها لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا لي قال هذا عذاب حنوشيح عذابنا قال هذا يطلع بحيكو بدادين مؤمنين تسوق بحجرة بس مؤمن كقيميز أخوات كورا أسأله أك إن كل إحتياج دات كدش يا عيادات كوس عطا مركز مركز تاسوا مثلا وين سوما تاس مركز واحد أبين إذا مؤمنين تجعل ده يحجوا كده يحجوا عن جالد أنا وجه إذا دات كمؤمنين تجعل أوس عرض ولا هنا كأصلا كسوريجا جالد إلهي عليه بكدش آه فهذا إكل للمرة الجديدة اللي هو الجيدة وحاس جالد ومره فدي مريكا كير لمتك لكن مؤمنين تكده بسمع ولا ده فدي مرك دخ جوغا مومن كو قال كدخ جوغا قال كدنا وجي مومن كان الله يبريا واستغفار سنه عذاب في سود الاساس لو كان في قاعد ادو موجود مرك دنا وجي سو وجي مرك ايات لبداس معنو اي ويان استغفار تقولك اقوال بدل وكلا جير تقول كلا جير اه قالاد لفتك ايغو قالا ان دي جيرين غفرانك اله دم داخل كو ديسين لكن قول كاس واحد قوي قوي ما صربته وفارك قال حيتري طبعا قال لي كل هذه قف سوق قال لي بس كره جيره هدو يرا استغفر الله استغفر الله ما حمر وحي يرانا استغفر الله واسك استهزاء ما هم وقيم له الهي وين انا ما اقبل عملك قال كما كفرانا كذا قال كما هو هدف الغرف هنا اي وا مؤمنين تو كره جيره سلاس وي قولك سو وي قولك راجحه قال تعالى له وحيري وما اللهم قال لنا حاوس ماضي ألا يؤذبهم الله في ألا يؤذبهم الله إلى هيئة سن عذابي وما حيو صبقت يكوهر الكرام والحالهم أيهم يسدون الدكة الكيشيديني عن المسجد الحرام مسجد كرمض لها وما كانوا أيصن أهانين أولياءه أولياء المسجد الحرام مسجد الحرام كأولياء دي سيصن أهانين إن أولياءه مسجد الحرام كأوليدي سماهن إلا المتقون ذاتك لك بغماهن ولكن أكثرهم ذاتك إنتو ببضانو لا يعلمون مؤغة أن أولياءه المتقون إن أولياد إلهي أيهن متقين مؤغة أكثر ناس وما كان صلاتهم وما كان ماهن صلاتهم قال هذا صلاة دوله عند البيت بيت أكتي سحالة أياهاتي إلا مكاء فوري ماهن إيه وتسدية صعبين فذوقوا ددمية قال العذاب عذاب كددمية بما كنتم بسبب كونكم أهانشاب آباهتين سببتين تكفرونك وإلهكوا كفرية وما لهم ألا يؤذبهم الله ها آيات بان آيات هو إلى صعب ووحوية سبب كيري كرمتشرو أيضو قارعة إن أن إلى هاي عذاب متشرت السبب كيني كرت معناها وح عذاب كمان إياه متشرت مرة النبي كده حبه مؤمنين تو أي كده حبهان أيجا ذات هان وح عذاب كمان إياه متشرين ها كمان هنا وولي ما بين أسباب تي ساسوي معنو وما اللهم وما استفهامية وما أي شيء اللهم وأن هو أسر معي ألا يعجب أن مستريا إلا أن لسكوت خام أنت مستريا أنا محاول قياس حرف شكل إلا جحدك ألا يؤذبهم الله في ألا يؤذبهم الله إن إلهي عذاب
وام حسابته يقول كلام وام حوي حرارته كمان عنا والحال إن الإلهي على الإنسان كل هم أيقوا يسدون أي كذين يان الناس ضدك والنبي المؤمنين تكلم عن المسجد الحرام أي كذين المسجد الحرام فيه ولودين يان إن الإلهي كعبدان وما كانوا أي صنع قالدو أهانم أولياءه هذا الكلام عن المسجد الحرام إلا سقى وحوين أقرب مذكور إيه وما كانوا قالدو أي صنع أهانم أولياءه مسجد الحرام كأوليديس مركا لبا شيء أيضو سمينا سيكون يكتين العداد كو مسجد الحرام كي وكعلين يمضك إهل كوها والنبي يا صحابة ليسي ومؤمنين تي تلبات وحوين بيت كان إهل بغماء فهي آياتو مركا سكون معناتها مسجد كأوليديس مانها دي اللي يري وحيكون معناتها آيات سورة الطوبان كسو مرنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وما هبونا مشركين قف شرك وضع إيه إلهي هو شريك يرى إيه مسجد إلهي أمره وما هبونا ما نقو هبونا حايا لإلهي ديسو مقبول من بيد إلهي كإيمانا سيداس وهي ابن الشريك ضبر يساق أولياء أهو ضميرك الله أولي الله أولي ألا إن أولياء الله أساق وحويا نبيع كتين التفاضي وما كانوا معي سنهان مشركين تو أولياءه الله أولياء دي سمعهاني معايا لئن أولياءه ما أولياءه الله أولياء دي سمعهان إلا المتقون تتكبغ معهان معايا لأرى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون إله أولياء دي سو ومتقين ومتقين أما المسجد كان ذلك أولياء دي سئل كأوى ومتقين هذا معنى صحيح ولكن أكثرهم ذلك إنتو ببرانو لا يعلمون ما أوجى مفعولك الحتوان محي أن أولياءه المتقون إن إله أولياء دي سؤالك المتقين ثا أكثر الناس مية قليل مك أولياء على شجع دي اللي يرادو قفهم أسرع مركز لوين وشجع أولياء على إن التلمان تودو تاي الذين آمنوا وكانوا يطعون أكثر الناس مؤ بيت كعلى تك إهل كأوى إن يهين متقين ثا أكثر الناس مؤ أكثر الناس مؤ إلى وحده سبحانه هذا قال هذا إذا دودي يتقن كودي نلو شيء قال تقن كيس مرك لشيء معنا لكوش شيء وحنا لكوش شيء يتقن كاسون وحوي هاي أو أمسك إلارم ثم بس إنه في عين يقول دجال لكوش شيء وحنا لكوش شيء يتقن كاسون وحوي هاي أمسك إلارم نبيالك يا مؤمنين تتقن كودي ونعكسنا مع القرآن كوش شيء تقن كاسون في عين يقول دجال ساسن لكوش شيء إلهي وين فيري مرك وهو الله وما كان معها من صلاة قالها صلاة دودة عند البيت بيت كأكتي سحالة هذين إلا مكاء فوري معها من إيه وتسدية صعبة أحوية أنت طبعا كبوك بقام أي فراسة سيلادة الفورية في مكاسة صعبة رأي تاسوية ما كإلادة وكا بقامين ما نارك قبل النبي ومركو الضوافة صلى الله عليه وسلم صلاة تكري مركو القرآن السوق أخرنا أي أركان أنت فراغ ساسي ما في قليان فوريا في أيدي أروى سعبين أيدي سيأي وقصان صلاة يا قرآن كواقين سوما تشيدي فوري يا سعبين والعبادة دول فوري يا سعبين الإمام أبو عبد الله القردبي الجامع لأحكام القرآن كآيات أنكم رأيوا حبيل السلام قال القردبي ففيه رد على الجهال من الصوفية ما تقعنا وقت يقولي هاي وأتضرب بغلا صنعكه إمام البردون وجد آيات وغيره ورد للردنا أيه إلهي كل ردنا آيات وحي لكل ردنا جاهلين سيد الصوفية وأكلئون الذين يرقصون أحطرين وعيار كده معناها ماشا ويسكيش بها واحدة قال هذا مفت الشيء عياره كده إلى هذا صمع سعى يفوري وعيار وعيار وليم الضقن مركز أيقون حطرد يبدو في عيارك أي عبادة كدقين مركز الكوة سألقوا ردنا الذين يرقصون كوة حطرية ويصفقون أو صعبية قارة قربان قرام أو صعبية كوة سألقوا ردنا آيضا وذلك كله منكر وحاسو أنا ومنكر حطرد إيو صعبينتا يتنزه عن مثله العقراء صعب إلا صعبيو وهو إسكاء إلاليان وكيف بأن ضد حتى عقلك إسكاء ده دينه ذات عقل يقول اسكا إلاريا مركز يقول ويتشبه فاعله بالمشركين حتى هذا إلا وعدقا كي موسى سامير صوما سعبين تان يفوري دان وعدقا كي مشركين تصوما
مركزه يري ويتشبه فاعله بالمشركين قفك سمعين فوريدا يا سعرك يا حطرانا وثو اسكو ايكيسينا قالدي فيما كانوا يفعلون وحي كسامي جيري عند البيت ولذا سترد اذا ما بنانا او بقم بنان ما اهان حفل لها مركز اسكو يماذا قف قط بايو ان باش 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 سعب لغسي هاي لقال تسكو شبه سوما جيد واتقان قالا واخلاقهم تبقى ان عقلك يدين تلحينا صحبية ولي قال حكا صحبية سبحان الله كورا برايتو حتى ورسكو حشوضة بدو اوين سيدا قالا بلو شعبنا سوما جيد فضي حوي حتى ورسكو حشوضة شو كاكيت تقنيني واتقان كي قالا مساجد حرام كايكو سمي جرين اذا مركساس انا دو فهمتو ايقان او قرانسي دووي الله قرانسي قال تعالى الى وحيري إن الذين كفروا قالوا بي ينفقون واضحين أيام أموالهم مالية الكودة ليسدوا سيدك وكتشاديين عن سبيل الله جدك الله فسينفقونها مالك ويبحدونا ثم تكون مالك وحي النقضون تا حسرة شليتو عليهم كل كورة عائشة ليتدى صلاحاتي ثم يقلبون كذبنا وعلى قاعد كانا والذين كفروا قالوا بي يحشرون وعلى صوشرنا إلى جهنم النار تجهنم الله صوشرنا محال الله صوشرنا ليميز الله إلهي إنو صوء الخبيث قفك فنو قالك من الضيب قفك ونكسن مومنك وكصوء أو يجعل إلهي أو يالو الخبيث قالكهم بعده قبل كيس على بعض قبل كالب أو فيكونه اسكو دون رسيه جميعا ضمان حاليهين أو فيجعله أو يالو في جهنم النار تجهنم أولئك قواس رسول المامي هم أيها الخاسرون كوي قصاري إلهي آيات كما قلنا نقول شيء قارب نقال الشرعيان أفر إلا باتن قصا وأي ربان إلى الدين كالا قلد قلما إلى النور كالا قدمية إلى الدين تكبر بريا لكن وحاس ومهر قليا إسنا إلهي الدون يا صحوني دين تساس قد مامي آيات دان رمضان قبل على سبب الشيء وحي رهدين قريش مركي بلا كتشبطي فرير كي عرلا يوم بحصبي مركي تغان مكة أيها رك استيقين عبد الله بن أبي ربيعة إكرمة ابن أبي جهل صفوان بن أمية أيها استيقين فقال كمدهين قريش مركي صفر كي ويمدو الدقال كسير في سورة أبو سفيان كياني أي قريش لها اللي تغي أبود للدلي كوي ولاله للدلي كوي ويلاشه للدلي أي لها اللي وحيرادان هانتر اسمان تأور تصارن أنك هلكو عوي هنالسي وحديك كرت إنا أرك من محمد إسحابي سويس عشني مال كاس أنك هك عن تنلو برش مال كاس مال وشو مال وشو ومال كيس ودوري دوش أو اللي حيان وكو إيب قوينين سلام إلى مكة وحر سبحانه إن الذين كوا كفروا قالوا بي ينفقون وابحين أيام أموالهم مليان كون ما هن حتى كوري بحيين هدى كدب بحيين ولدت وابحين أيام قريب بحيين جري حتى يبحين أيام شوشي ميان إنا إذا قال بحيين أيام قالوا محيو بحين أيام قالوا ما وحي ربان انطلقوا كدبوا أمنكوا كسقناه ومدوا إسراعه هرمر لقوه رمساسوا بحين أيام إلهي وحي ليه هدى قيسوا ليسدوا إنا إدكا جريان وبحين أيام عن سبيل الله جدك اللي كجريان قالوا وحي دقاله وبحيان إنا أمد الدريق حقا كجريان ودينتا كجريان إلى وقل سبحانه فسينفقونها مليار كسوا بحيطونا هذا كده ما هذا كور كريم هذا كده بحيطونا هذا ثم تكون مليار كواحي مقدم تا حسرة شان لايطو عليهم كوركو رحالة شان لايطو سوا هاطي ثم يقلبون كدبنا والغاة كانوا والي كبيرين تمالك بحيان أي أردت واحي نقول إنت وحيطكو كون نغضا كفو قرام بربو واشان لايطو مالكي بح دين كينا وليوا سعودا قلبي قلبي دولان إلا ما كان يقول شوي إلا هو إله كريه سوى عبده هانتين إلي شوي أو بحيه إلي وانا تصول إله كريه العبده تصول إله دليل وعلى قاعد كان إلا وحر سبحانه والذين كوا كفروا قالوا بي يحشرون وحا الله شرنا إلا جهنم نارت الجهنم محال الله شرنا ليميز قالوا تعالوكين اللامتان أو لامكيدة مستر كالاقات طالانين فعلك كاتن بيجري قالوا تعالوكين لما يرضى الله تعالى فيها يغلبون الله تعالى فيها وحالوغا أبكانا ليميز الله إلهي إنو الصوء الخبيث من الضيب مركا خبيث مركا صوح النقونا الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان ضيب كنوح النقونا الإنفاق
الطيب في سبيل الله وحالورا كان وحا إله دونه يا سبحانه إنو كالصوعه مال بحين تحن أو لغو بحي يجدك الشيطان أو لغبي إن دينك اللي لغو بربريو إيان مال كالبحي يدينت اللي لغو كوي اللي لغو بحي لبداس إله إنو كالصوعه أو كي دريق الله هانا جرغاثدو كي كلنا شنليتو إكو دنبايد ومعنى وحاكوان قد تعالو كيكران اللي يميز الله يحشرون وعلى صوشرين قالت قيامها لكينا ليميز الله إلهي إنو صوعه الخبيثة قال فحن ما كان قال كلم فيسا الولدة خبيث إنو صوعه ونار تقييو وانكي كبال كيسا كوفي حي الدين كاللي بربورنتيس من الطيب قفك واناكسا ومومك ضيب كاها إمال كيسا كوفي حي الدين تاللي كوريانيديس من الطيب قفك واناكسا إلهي مكسوعه ساس إلهي دونه أو ويجعل إلهي يرو الخبيثة متكهن بعده قبل كيس على بعد قبل كالكور كيس أو فيركمه إلى هيسكور رصيه جميعا طمان حاليه استول صاره أو فيجعله كدنا أويره في جهنم نارت جهنم أولئك كفر راس قال راس مالك وذكو بحين يدين تل إن يدك كتشيديان هم الخاسرون أيها خسار